بسرعة نشوف القرية اللي بتعوم في مياه الترع والمنازل تصدعت في أسوان. يعني احنا دايما هنقول بنسلط الضوء على المشاكل حتى نجد حلولا لها. يناشد سكان قرية النقادية بمركز إدفو بمحافظة أسوان المسؤولين بإنقاذهم من مياه الترع التي أجبرتهم على ترك منازلهم خوفا من انهيارها عليهم وفرارا من الأوبئة والأمراض. المشكلة إن المية بتاعت الترعة مجرد ما بتزيد بتلاقي البيوت وأكنك أنت عايم على بحر مية. المشكلة دي تفاقمت معانا من حوالي 3 4 سنوات لما قامت حماية النيل بعمل تاكسية لنهر النيل. فمجرد ما التاكسية بتاعت نهر النيل ابتدت تسد المسام اللي كانت بتسرب المية بتاعت الترعة ناحية النهر النيل، أصبح دلوقتي المية بتتسرب وتيجي تصطدم بالتاكسية بالرصيف اللي اتعمل على نهر النيل، أصبحت المية دي بترجع ترد تاني تتخزن تحت البيوت. مجرد ما الترعة تشتغل عشان تسقي الزرع تبتدي المية جوه البيوت ارتفاع منسوب المياه الجوفية يزيد. أنا كنت بنزح المية بالجردل لا زال موجود الآثار يا باشا. مية الترعة احنا بنبيت برا بعد أوقات المية الترعة لما تكون مليانة احنا بنبيت في الشارع بسبب بتاخذ المية احنا مرة لقينا شباشبنا خشم الباب من النزيز والمية اللي طالعة. مية كل مية في الحيطان وفي الأسيسان وكل والحمام أشوف إن خرقها الحيطان. ده عندي بيوت تصدعت، عندي بيت وقع بالفعل وقع بالفعل، واهالي المنزل دول النهارده احنا مقعدينهم في خيمه البلد. كنا عشان ما انت الله والميه جات علينا والبيت وقع. بغير الامراض العيال شبابهم الهريسه جاتهم من الميه دي اللي بيلعبوا فيها. واللي معده واللي حاله يعني تعبانين والله، والله تعبانين يعملوا معروف الحقوق.